معاكم وتوحشكم برشا. باهي يا جماعه، موضوعنا اليوم انا ما نجمش نحكي عليه في ستاند اب، دونك انكم تتفرجوا في الفيديو باش تعرفوني انا توا على شنو باش نحكي لكم وعلى شنو باش نسال. فوالا نقول ميرسي بوكو لخليل مدب قبيل حمدوني سونتر كوكيت باردو وريميرسيمون تاع اليوم سبيسيال شويه، فما شكون جاب لي شيميز هذايا كادو، نبوسوه بوسه كبيره ونقول له ميرسي على الكادو. سؤالي اليوم تفضل يخص الموضوع اللي هو شنو رايك في على في العلاقات قبل العرس؟ ليه بور سؤال باهي عسل. قلت تحية على لطفي يا رب. حرام بالطبيعة حرام. أحسن حاجة بالرسمي والله. كيفاش؟ ما احنا خير من اللي تاخذها لا تعرفك لا تعرفها، حرية شخصية. لا كنت حاط أنت في الموقف هذاك تعيشها؟ نعرفش الطفل أنا هو أنا. ما تدخلش ظلمة ما تعرف شيء، تعرف على شنو قادم، ما تعرفش باش ابتلاك ربي، ما تدخل على الحكاية وانت ما تعرف شيء تتهنت الغادي. بيتي ضد ولا معاه؟ معاه بالطبيعة. بيعطيني بين مواصفات الطفل اللي تنجم انت تعيش معاه العلاقة هذه. يفهمني ونفهمه، عبارة انا واصحاب، اخته صغيرة، ما نعرفش كل شيء. ما ومانيش معناها حاشي بواحد لابس علي ولا حاجة، المهم الطفل نرتاح معاه، كي نمشي في الشارع يزلي راسي ونرتاح معاه. هذه تنجم تعمل معاه علاقة جنسية قبل العرس لين يعمر ربي. لين يعمر ربي. لين يعمر ربي. لين يعمر ربي. ما قديش. قلت بو. شنو رايك في الرولاسيون قبل العرس؟ شنو هي؟ شنو رايك في الرولاسيون قبل العرس؟ رولاسيون شنو هي؟ ساعه خاطر تفرق. رولاسيون سكسييل. شنو هي هذه؟ العلاقات الجنسية قبل العرس. اي فاهمك. أما زيد سؤال على الأخر. علاش؟ زيد. بنتي تشوفها حرية شخصية ولا قلة تربية؟ إيه وأنت تشوفي روحك تعمل فيها فارك إيه، ما عندك تسأل أسئلة هكا. إي أنا نسأل فيك. إي ما تسألنيش أنا، شوف حد آخر اسأل. المسي جاوبني. ما نجاوبش. هي حرية شخصية ولا؟ ما نعرفش. قلة تربية ولا؟ ما نعرفش. هي شنو؟ كل واحد حر في روحه. يعني حرية شخصية. ما نعرفش ما نعرفش. مالك كيفاش كل واحد حر في روحه؟ ياتي أمورهم تسأل فيا. شنو دخلت معاها؟ خلني. عملها الحكاية؟ ما ما أستعمل ما باين. بك هو منظم صاحبي. شبيك داخل بعضك؟ مانيش داخل بعضي، ما تعرفش سؤال تافه. بنتي ضد ولا معاه؟ لا معاه لا ضد. باهي حرية شخصية ولا نعود لك ولا قلة تربي؟ حرية شخصية. ما نعرفش دور باهي في الدور هذه الكل باش تجاوبني. خاطرها قلة تربي. باهي المهم نحن في تونس توا عندنا يعني عندنا يعني رولاسيون ذي قبل العرس ولا؟ موجودة هاي موجودة برشا زاد برشا وبرشا عائلات تحطمت من الحاجة هذيا وبرشا عباد دخلت بعضها من الحكايات هذوما وبرشا عباد خسرت رواحها زاد من الحاجة هذوما. وأنت تشوفها قلة تربية وإلا حرية شخصية نعاود؟ قلة تربية. قلة تربية. أنت ما عملتش قلة تربية؟ الحمد لله يا رب. الحمد لله يا رب. شنو عملت قلة تربية؟ ما عملتش قلة تربية لتوا ما زلت. أنت ضد ولا معاه؟ بالطبيعة ضد. باهي انت باهي ضد، انت تشوفها حريه شخصيه ولا قله تربيه؟ باش تعيشوا مع بعضكم اوكي، اما باش تعملوا الحاجات نتاع العلاقات الزوجيه لا. نقول لك اثنين وثلاثهما شيطان، هما دام عاشوا يعني لا لا فما باش يصلوا التراويح؟ لا فما شكون يعيش من غير الفازيت هذوك. انت وزهرك بفلوس ويطلع قليل. حقيقه الغولاسيون قبل الغولاسيون قبل العرس ما تنجمش تظهر الانسان يعني فما تفاصيل وفما حاجات الا ما تعيش معاه، مش كيما قبل مش كيما من بعد. لا مانيش معاه. أه؟ مانيش معاه. ضد العلاقات الجنسيه؟ اي ضد العلاقات الجنسيه قبل الزواج. بعد الزواج اي؟ بالطبيعه من عليه جوا الزواج. حاجه مزيانه برشا، ديجا انا عايش مع صاحبتها في لابارتمون جونا به. فما حتى مشكل. بالطبيعه فما حتى مشكل، ماذا بيا العباد الكل يعيشوا من غير عرس، خير العرس في تونس راه مواسى في مصنع على الاخر وتدمر الحب معناها يعني ما فماش حب ديجا. يعني بالعرس يدمر العرس بالعرس يدمر الحب يعني كي يولي حليل يولي ماهوش بنين. لا لا الحليل حاجه مصنع على الاخر ديجا انا وصاحبي عايشين مرتاحين على الاخر وجونا به. انت متخلف يا ابني. تقبلها انت قبل العرس ولا؟ لا ما تعملش حتى رولاسيون قبل العرس. صدق الله العظيم. اوكي. لا متربيين. بس بس معناها كل واحد فينا يعمل اللي يحب جور انه عرفت ما معناها يبدا الاخر اللي اون كورون كوا فهمتي تحس كل واحد فينا يعمل اللي يحبه فهمت تنجم تكون ميتي مش تكون حب معناها لك الدرجه معناها خاطر تحبها بالطبيعه نحب عرس. يجيك نهار تقول لك عرس به؟ لا ما نعرفش به خاطر كيفاش نعرس به بجيب صغير ترسلي في مشاكل ديجا هو صغير ذاك ما اختارش باش يكون موجود هنا ذاك علاش ما نحبش نعرس من الاصل. هو
انا ما فهمتش. انا عايز جملة مفيدة. قول لي جملة مفيدة عشان افهمك. بيه انت تشوفها حرية شخصية ولا قلة تربية؟ حرية شخصية. مش قلة تربية. مش قلة تربية، حرية شخصية، كل واحد كيفاه.